أول مقصد يجب على الصائم أن يجعل هذا المقصد أمام عينيه، وأن يكون حاضرا أمام ناظريه، وأن يكون مستحضرا له مستصحبا لحكمه، ألا وهو امتثال أمر الله جل وعلا والطاعة له جل وعلا. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمرء كلما كان أكمل امتثالا له سبحانه، وكلما كان المرء مستحضرا لهذا المقصد أمامه، وأنه إنما صام لله جل وعلا، وأنه إنما امتنع من المفطرات قصد ما عنده سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم المقاصد وأجلها، وهذا هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشيخ تقي الدين في منهاج السنة، قال: والشرع يعود إلى مقاصد، أجل هذه المقاصد وأهمها وأعظمها وأنفسها قصد عبادة الله جل وعلا. فالمؤمن في حله وإبرامه وفي نقضه وعقده إنما يستشعر هذا الأمر، وهو عبادة الله جل وعلا. ولذا كلما كان المرء في هذا المقصد أشد امتثالا كلما كان أجره أعظم. ولننظر في الصيام على سبيل الخصوص، كثير من العبادات لما شرعها الله عز وجل ذكر مع هذه العبادة فضلها وبين أجرها، إلا الصوم، فإن الله عز وجل أخفى أجره ولم يبين ثوابه، ليستشعر المسلم أنه بفعله هذه العبادة إنما يمتثل أمرا منه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله جل وعلا أنه يجازي الحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فقد أخفى الله أجره ولم يظهر لنا مقداره، لكي يكون المرء مستشعرا لامتثاله أمر الله سبحانه وتعالى وإن خفي عنه مقدار الثواب، ليكون المرء مستشعرا ومؤمنا بربه جل وعلا وأن فعله هذا هو من كمال العبادة. لذا أيها الإخوة، فإن من أعظم المقاصد في كل العبادات وفي الصوم هو أظهر، هو مقصد امتثال أمر الله عز وجل وطاعة ما أوجبه سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس إذا سمع كلام الله جل وعلا وجاءه ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الفهم الصحيح بما لا يعارض لسان العرب ولا يعارض باقي الأحكام، قال: على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يتحيل الحيل، ولم يبحث عن الرخص، ولم يبحث عن شواذ العلم، وإنما امتثل أمر الله عز وجل وذلك المحك. وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم في ذلك قصب السبق، ويضرب بهم المثل في كمال الامتثال. ولذا انتقاهم الله عز وجل أصحابا لخير أنبيائه وأفضلهم وسيد ولد آدم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خبرهم رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر يتكلم، فرأى رجلين من أصحابه يتلاحيان أن يرفعان صوتهما بالخصومة والنزاع، فحين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: اجلسوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهما، وبينما هو يتكلم بهذه الكلمة إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل المسجد ويلجه من بابه، فيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، فيجلس في محله حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أبا عبد الرحمن، ما أجلسك هذا المجلس؟ فيقول رضي الله عنه: سمعتك يا رسول الله تقول للناس اجلسوا، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. نعم أيها الإخوة، إن تعظيم أمر الله عز وجل
وإجلاله في النفوس وتوقيره في القلوب هي منزلة عظيمة من درجات إياك نعبد وإياك نستعين. والمرء دائما يسأل الله عز وجل ذلك فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك نعبدك لا نعبد غيرك، وإياك وبك نستعين لا نستعين بغيرك على العبادة وعلى غيرها. وهذا من باب تقديم المعمول على العامل، وهذا مما يفيد الحصر والتعظيم.